سميت كبيبة لأنه تكبة وكذا عشان تصفط مربعات. الصفرة الحائلية رغم التنوع ما تكمل إلا بالكبيبة الحائلية. أنا من 35 سنة يعني أطبخ، ومن عرفت يعني الكبيبة تعلمتها لها من أمهاتنا ومن جداتنا كانوا يسوونها. هيئة فنون الطهي اختارت الكبيبة أكلة رسمية لمنطقة حائل، وهي تعكس غنى المطبخ الحائلي بالمكونات. مكونات رز ينقع ويحط عليه بصل وطماط بهارات، بالتالي عاد الناس ولا الأولين ما كانوا يحطون عليه لا بقدونس ولا كسبرة ولا شيء، احنا بالتالي دلينا نحط نضيف عليه بقدونس كسبرة نعناع شبت، يعني نحط معه ننكه الرز. أم طارق أكدت تزايد الطلب على الكبيبة بعد تصنيفها من هيئة فنون الطهي، الشيء اللي يعزز قيمة التراث في الاقتصاد الوطني.